الصيام بهذا اليوم بينعمل بس مع الشخص يلي رح تتزوجيه. مرته للشيخار هي كنتنا الصغيرة. أنا ما جبتك لهون ببلاش، أنا دفعت حقك قبل ما جيبك لهون. مثل ما الخادمة وظيفتها إنها تهتم بكل شي بالبيت، تنظف وتطبخ وتمسح، وإنتي كمان وظيفتك إنك تجيبي وريث لهي العيلة. أدرك إنك تكوني خادمة، مو أكتر من هيك. إنتي كمان وظيفتك إنك تجيبي وريث لهي العيلة. أنا ما جبتك لهون ببلاش، أنا دفعت حقك قبل ما جيبك لهون، مو أكتر من هيك. أنا خادمة وبس، ورح ضل هيك دائما. خبرت لأم بولمتي إنه الواحد ما لازم يكون جحودي وبخيل، ما هيك؟ خدي هاد. يسلموا إيديكي. بس معليش أخذ واحد تاني. إيه هاد معليش، الله يخليكي. وزعي هدول على الخدم الباقيين، ديري بالك تنسي حدا. شو هذا اللي عم تحكي أنت يا خانم؟ ما في داعي تذكريني بهالشي أصلا. اسمعي، الباحة بدها تنظيف، روحوا نطفوها. الكنة راحت على غرفتها شي؟ ايه راحت على غرفتها. وينكن يا اهل البيت؟ ماني شايف حدا. في حدا هون؟ وصل زوجي. عن جد؟ ايه وشو صار بعدين؟ اجوا عالم كتير وكلهم تجمعوا هون وقالوا انه لازم يقطعوا ايدين الكنة الجديدة. أكيد بيكون أبوكي هو اللي قايل هالحكي. إيه كان كتير معصب على كنتنا الجديدة وكان عم يصرخ عليها كمان. إمتى أجيت؟ الحمد لله على سلامتك، ما خبروني، كنت استقبلتك. إيه بس ليش هيك حاسك مانك مبسوطة برجعتي؟ فكرتك رح تنبسطي كتير لما تشوفيني رجعت على البيت بهذا اليوم. ايه اكيد انا عن جد مبسوطة، بس يلي صار اني تفاجأت لما شفتك هون. يلا يا بنات اتنيناتكن روحوا، خلي جدكن يرتاح شوي. لا معلش انا كتير مرتاح هيك، مشتاق اقعد مع البنات. انتي لا تاكلي هم، رح يخبروني بالشغلات اللي صارت بغيابي وعن المشاكل اللي صارت، مين اللي أخذ راحته زيادة وتجاوز حدوده بغيابي، ومين فيكن يلي عم يتصرف من راسه. عم اسمع كل الخناقات اللي صارت بهالبيت، ما تفكري إني رح أسكت عن هالشي أبداً. طيب أنا رح خبرك بكل شيء، أنتوا روحوا على غرفتكن. لا خليهم. ليش بدك ياهن يروحوا يعني؟ خليهم عم يتفرجوا. أنا جبت لكم معي هدايا كتير حلوة، من أحلى الهدايا، أكيد رح يعجبوكن. روحي نادي للكل خليهم يجوا. غانجي وين راح رنفيجي؟ كبر بسرعة بدون ما حس عليه. لكن بده يقعد محلي؟ روحي ونادي له بسرعة، خليني أعرف شو في براسه، ونادي للبقية خليهم ينزلوا لهون. لا كتير تاخد بحكيون. هدول أولاد صغار،
وبيحكوا من عقلهم. حبيبتي، الأولاد صغار مخلصين وسادين، ولعلمك هنن أذكى منا كمان. تعرفي ليش هنن هيك؟ لأنهم ما بيعرفوا كيف يخبوا ولا يكذبوا. ليش لساتك واقفة هون؟ ما تروحي وتناديلون. شو أخبار شيخار ومرته الجديدة؟ شو يا لوها؟ رجعت تتحكم بهي العيلة؟ بس المشاكل كل مالها عم تكبر، حتى أنت صرت أصغر منها. خليك ساكت، لا تقول شغلات بتهز البدن. الأفضل إنك ما تحكي أبداً. يا بيك يا خانم، البيك الكبير وصل. لوين راحوا كلهم؟ انت شو عم تعمل هون؟ صار روح فورا وخبر السيد شخار انه البيت الكبير وصل على البيت. يلا بسرعه. يا بيك، البيت الكبير وصل. اسف يا بيك، البيت الكبير عم يستناك تحت. شو هالحالة؟ لشو أنا إجيت لهون؟ حاسي راسي عم يفتل. ذكرت، بلبس جديد ما بيعجبها، بلبس قديم بصير بدها جديد. والله حيرتني معها، هي لبست تيابي الجديدة مثل ما قالت. لشوف شو رح تحكي، أكيد ما رح يعجبك العادي. هاي وقفي عندك، لوين رايحة يا غبية؟ شوفي أمي، أنتي قلتي لي قبل شوي مشان روح وألبس تياب جديدة. إيه قلتلك، بس هلأ ما عم قول هيك. يلا روحي على الغرفة واستنيني حتى أجي. يلا تحركي. قديشني وحدي منحوسي وما لي حظ. شو بدي أعمل؟ رح أفكر بشغلة جديدة، لازم نفذ خطتي بحذر. سمكة مملكة بالبحر والمية هي حياتها، رح تخاف إذا لمستيها، رح تموت إذا طلعتيها من المي. كتير منيح، كتير منيح، برافو يا بنات. وهلأ عصافيري رح يروحوا على غرفهم. السمكة مملكتها بالبحر والمية هي حياتها. أهلا وسهلا بالأمير اللي شمسته عالية كتير. تعال، ليش واقف هنيك؟ أبوك رجع من الحج يا ولد، ما رح تجي لتسلم عليه؟ واقف. شو هالأخبار الحلوة؟ بدي اياك ترجع انت تحكي لي مشان ارفع راسي فيك. تعال سلم علي. شو ما اشتقت لابوك؟ دير بالك يا ابني، لا تقرب اكتر. بصراحة ظهري عم يجعني شوي. لمعلوماتك، الاقطاعيين ما فيهم يتحملوا الضربات بظهرهم. شي بيضحك، يا دوبني تركت البيت كم يوم لأرجع أشوف أنك أنت استلمت كل شي. وخلفتني وصرت البيك بهذا القصر. أبي الموضوع كله مانو هيك، أنا فكرت أنه فيني. فكرت أنه متت؟ فكرت أنه ما عاد رجع لهون؟
هاي تعي لهون، شو مالك عرفاني انه البيك الكبير رجع على البيت؟ انا خبرتك تصطفلي. فهمني بس كيف حضرتك بتاخذ هيك قرار بغيابي وكأنه انت صاحب هذا البيت؟ اه فكر حالك كبرت ما؟ اسمعني بس لحالك ابوك مو موجود وفيك تعمل شو ما بدك. مو هيك قصدي. فهمني كيف عملت هيك شيء؟ اسمعني سمح لك تاخذ هيك قرار وانا لسه عايش. ابي صدق انا هون رجال البيت وما بسمح لحدا ياخذ القرار عني. فهمت لك؟ فهمت هلا يا كلب؟ وما كنت حتى تسمع كلمة امك وكنت رح تقطع اعصابي على البنت؟ لك من وين جبت هي الجرأة منك؟ فهمني ابي فهمني. والله ما قصدي لكن حكيت على ابي وقلت عنه انه واحد ختيار ما هيك؟ انا رح خليك تعرف قيمتك لكن قدام العالم بتقول انا امك. شو راسي؟ شايف؟ هذا هو قلب الام الحنون. اهنت قدام العالم وهلا هي عم تحاول انه تحميك. لك ما بتستحي عم تتصرف مثل الانجليز مع عمك. ما بدي اسمعك. لازم تعتذر. هذا شو اللي صار؟ انت واحد حقير وتستاهل الضرب ولا حرف احسن لك. ما رح اتركك. خلص ابي مشان الله لازم تعتذر. وينك؟ وينك؟ شو هالضجة اللي جوا؟ ما بعرف يا خانو. يا ربي اكيد بيكون عمي هلا عم يصرخ على الشيخار. اصلا نحن ليش هربنا؟ هلا رح يصرخ علي انا كمان. لهيك لازم خبره بكل القصه لانه هالشي ما كان غلطي انا. ايه قلي له شوف لسه ناوي تعيدها مره ثانيه بتحاصر على امك يا كلب ولا تعلمت الاحترام؟ انا الراس بهذا البيت. فهمت؟ غلطه ومعيوب. يلا امشي قدامي. والله كان غلط. تعال شوف. يلا عود هون. يلا اعتذر من امك. أنا آسف أمي. يلا أمو لا أمشي معي. اسمعني بس كلمة. هذا بيكون جدك. يلا اعتذر. سامحني جدي أنا غلطت وما رح أعيدها. هي آخر مرة. يا سلام أنا كتير مبسوط اليوم بشوفتكن مجموعين كلكن قدامي هون. أنا كتير مبسوط اليوم بس كأني ماني شايف شي خال ومرتو. جيبيهن لهون. ايه كنت رح روح جيبهم لحالي. ليش هيك وجوهكم زعلانه؟ شو في قولولي؟ هاتي لشوف احكيلي كيف احتفلتوا؟ كل شي كان تمام والعروستين عملوا الصيام تبعهم. يعني العروس الجديدة انتي صمتي يا بنتي ولا شو؟ هي ما صامت معهم. يلي بتاخد وعد من زوجها هي يلي بتصوم بهذا اليوم. مشان هيك تعي لهون. تعي لهون. لكن انت ما صمتي اه؟ بس بتمنى تكوني نفذتي طلبي. ما عم تتذكري؟ شو اللي خبرتك اياه؟ فهمتي علي يا بنتي؟ بدي تجيبي حفيد لهالعيلة
بالي خبرني انه في عندك بالبيت اخت اصغر منك اسمها ريكا. ها؟ جاوبيني يلا. جاوبيني. عمي؟ عمي بركاتك، الحمد لله على سلامتك، كثير انبسطت برجعتك. أنا كمان مبسوط بشوفتك أكثر منك. سمعت إنه عم تطلعي وتفوتي من الغرفة تبعك على راحتك، وجابوكي لحتى تنبسطي بالاحتفال. إيه بس أنا ما طلبت منهم إنه يجيبوني لهون، أنا كنت مرتاحة بغرفتي وخبرته بهالشي كمان، بس هو يلي أصر إنه أهرب معه. انت شو عم تحكي؟ ايه كملي لا تخافي. شو يلي صار؟ اقسم لك بالله يا عمي انا ما فيني احاول حتى بمنامي اني اهرب من هالقصر، هالشي كان خطة شي خارج من الاول. مشان هيك هو سرق الذهبات من هنيك. صدقني يا عمي نحنا ما أخذنا شي معنا أبداً من الذهبات، وأنا أساساً ما وافقت أنه نكمل هالشغلة. بصراحة أنا ما كنت موافقة أبداً على فكرة أنه نهرب من هون. خبرته لشيخار بهالشي وخبرته إله، وكمان قلت لهم أنه ينفذوا أوامرك وبس. هاد يلي صار وفيك تسألها. معنات هالحكي أني تركت هالبيت وبقلبي آمال كتيرة، بس ولا شي صار مثل ما تأملت. ولا شي. كل الشغلات يلي صارت ما كان بدي اياها تصير. طيب كتير منيح. لكن بعد ما رجعت من الحج رح اتروى كتير. ما بدي اسي قلبي مرة تانية. أنا كتير رح حاول أني سيطر على أعصابي، الطمع والجشع والعصبية والزعل، كل هالشغلات. صار الوقت لننسى القديم ونبلش من جديد. فيكن تروحوا كلياتكن. انتي خليكي. بدي احكي معك كلمتين على انفراد. هالمكان مناسب كتير مشان الواحد يحكي فيه على راحته. بظن انه اجدادنا السابقين بنوا هالمحل الواسع مشان هيك نوايا.
لكن كنت مستعدة انك تقطعي اصابعك كرمال شي خار؟ لو كانت العقوبة اقسى من هيك كنت رح تتقبليها كمان؟ ولو قرروا انهم يقتلوكي على الخالص كنت رح تقبلي بالموت؟ رغم انك بتعرفي انه شي خار هو اللي سرق الذهبات، وبتعرفي كمان انه بده يهرب فيهم من هون. بس فهميني ليش ساعدتيه لحتى يهرب فيهم؟ احكي لي الحقيقه، انت ساعدتيه ليهرب من هون ولا لا؟ كانوا على وشك انهم يمسكوه. اخذتي الذهبات وحطيتي الحق على حالك، وبعدها خليتي يهرب. هالحكي صح ولا لا؟ لا تعملي حالك ما عم تسمعي. بدي اجوبة على كل اسئلتي. جاوبيني لشوف، انت ساعدتي لحتى يهرب ولا لا؟ فهمت الموضوع، فهمته. كان في عندك مهمة لتخلصيها، المهمة انك لازم تجيبي ابن لشي خار لحتى يكون وريث لهالعيلة. بس بدل ما تعملي هيك رحتي ساعدتيه لحتى يهرب من هون. ليش ما عملتي الشي اللي كان بدي اياه منك؟ هو ما كان مرتاح. ما كان مرتاح؟ وانتي ليش لحتى تتعبي حالك برياحته؟ عمره ما يرتاح. شو نسيتي كل اللي خبرتك اياه عن اختك ريكا؟ كأنه سعادة شي خار أهم عندك من حياة أختك ريكا. أنا مجرد خدامة عنده يا بيك، ومن واجبي إني أخدمه، وأنا مستعدة أعمل أي شي بيتمنى. بس هو ما بده يجيب أولاد منك أنتي. ما بده يصير أب لأولاد منك. عم تفهمي اللي عم قوله ولا لا؟ وحضرته مو ناوي يسمع كلمتي ابدا، وانتي عم تسمعي له قلو بس. وهلا شو لازم اعمل فيكي انا؟ ما فيني خليكم انتو اتنين تعملوا هالشي قدامي. شو لازم اعمل معكم انا؟ يا بيك، فيك تعاقبني بالطريقة اللي بتلاقيها مناسبة، وهالشي رح يجيب لي وريث لعيلتي، ما هيك؟ هلأ صار لازم نلعب لعبة، وقتها بس بحقق اللي بدي اياه. هلأ صار لازم نلعب لعبة، وقتها بس بحقق اللي بدي اياه.
عم حضر شراب بياخد العقل. هالشراب بيريح القلب والعقل فوق ما تتخيلي. انت عم تدوري على هذا ما هيك؟ خدي هاد، كل العالم بتعرف على انه هذا سم، ديري بالك. انا رح اعمل الشي المفيد منه. ما رح لاقي اقوى من هذا السم بالعالم كلياته. اليوم انا رح اعطي هذا السم لواحد من الموجودين، رح يشربوا مع هاد ورح امزجون وحط السم والعشبة بكاسة واحدة، وقتها رح شوف شو تأثيره. بس الكاسات رح تكون متشابهة وما فيك تميزي بيناتهم، وكلنا رح نشرب، يمكن تكون كاسة أي واحد فينا، زوجة حبيبك أو أمه أو هو. بس ليش عم تعمل كل هالشي يا بيك؟ ليش يا بيك؟ لما العقد تبع الحبل بتكتر وبتتشابك بصير لازم تقطعي. وهالمسألة كمان تعقدت كتير مثل هالعقد هي. وما عم تنحل معي، لهيك عذريني. لهيك أنا صار لازم لاقي شي حل لهي المسألة. أنا ما بحب العقد وما رح أتركها لحالة. قصدي من كل هاللعبة إنه إذا مات شي خار وقتها رح تصيري حرة. وما عاد رح تضطري إنك تنقذي مثل كل مرة. وإذا زوجته اللي ماتت وقتها رح يتحرر من مسؤولية الزواج. وما عاد يضل عنده أي سبب ليمانع يجيب لي وريث منك. وإذا طلعت الكاسة لأمه وقتها أنا اللي رح صير حر، ومن الممكن إني فكر أرجع أتزوج، ووقتها بجيب أولاد 2 و3 و4 ويصفوا هيك قدامي ويعبوا علي البيت. ما أحلاها العيشة بتصير. رح كون عيلة سعيدة. اليوم بالذات رح نقدر نحدد هذا الشيء، مين فينا اللي رح يكون حر. تعال هون. أمور يا بيك. جيب لي الكاسات ونادي لي للكل. حاضر. شو بدي أعمل؟ لازم أمنع البيك إنه يجي لهون بأي طريقة. Thank you.
شايفة يا بنتي؟ البيك تبعك ما كان بده يجي يسهر معنا، بس بصعوبة كبيرة أقنعته يجي. مستحيل إني خليك تروح من دون ما تشرب الشراب اللي عملته. بالأخير هالشي كله عملناه مشانك. يلا يا ابني شد لي حالك وامشي معي لشوف. يلا هلا بتشوف. جايب لك معي خلطة بتاخد العقل، كتير خصوصي مشانك جبتها والله. ما فيني خليك تروح. يلا كلكن جهزوا لي حالكن مشان نبلش بالسهرة. أول شي خلونا ناخد شوية شراب. جايب لكم معي خلطة بتاخد العقل. يا عيني منظره بشهي، وهلأ الكل رح يشرب منه. أنا محضر لكم إياه بإيدي. كل اللي بيشرب من هاي الخلطة تنحل مشاكله قد ما كانت كبيرة، وبصير مبسوط كتير فوق ما تتخيلوا. يلا بنتي تعي لهون. هي أنا صبيت الكاسات وتركت مهمة التوزيع عليكي. خدي. بظن اليوم راح يحالفك الحظ مع هي العيلة. بقى لا تضيعي هيك فرصة من إيديكي. هذا أهم شغل بتشتغليه بحياتك. خدي. يلا مو مشكلة رح ساعدك. تعي. خدي اشربي هالخلطة وجربيها، رح ترتاح نفسيتك. وانت كمان اشرب هالخلطة وشوف حالك، رح تنحل كل مشاكلك. هاي العشبة بتجنن. يلا اشربها. هذا مانو هداك الكاس، ما تعي. دوقي لي هاي الخلطة، رح تنتهي همومك كلها وتطيب كل أوجاعك كمان. وانت كمان لازم تشرب كاستك. السم رح ينحط بكاسة واحدة من هدول، بس الكاسات رح تكون متشابهة وما رح تقدر تميزي بيناتو. زوجة حبيبك أو أمه أو هو. ما رح تعرفيها. يمكن تكون بهاي. ما منعرف. أو بهديك.
عمي، شربني أنا كمان. أكيد رح شربك حبيبتي، أنا عامل هاي الخلطة بإيدي، فأكيد أنت لازم تشربي منها كمان، وهي كاستيك. يلا اشربي. أو يمكن بهي الكاسة. ما قلتي لي كيف صار وضعك بالملحق يا ترى؟ مبسوطة هنيك ولا لا؟ لا والله عمي، ما بدي ضل هنيك أبداً، بس لا تشغل بالك، عم قضي وقتي كيف ما كان. أنت لا تشغلي بالك، رح تكوني حرة عن قريب كتير. شربي. حاولت اني اعمل احلى شراب من تحت ايدي، بظن انه طعمته رح تعجبك، ومو بس انت، الكل كمان رح يحبه. بنتي تعي شوي، عاوزك بكلمة. كتير عم بسأل حالي، يا ترى لمين عطيت الكاسة المسمومة؟ بس انتي لا تشغلي بالك ابدا، رح اعرف هالشي بأقرب وقت، وعن قريب رح نعرف مين رح يصير حر. حذرتي مين؟ شفتي هديك الكاسة المسمومة، يعني انت الربحانة. هلأ شي خار لإلك، لهلأ ما شربتوا كاساتكن؟ شبكن عم تطلعوا فيني هيك كأنه آخر مرة بتشوفوني؟ يلا اشربوا. يا خانم شوفي حلقاتك واقعين بشي محل. عنجد؟ شو هالمزحة تبعك هي؟ عنجد رعبتيني، فكرتون ضاعوا. اعطيني كاستي. استني عندك. لوين راكضة هيك يا بنتي؟ شربتي كاستك انتي؟ على فكرة أنا كنت عم بستناكي، قلت منشرب كاساتنا نحن الكل مع بعض. بقي كاستي وكاستك، خديها. وحدة إليك ووحدة إلي. يا ربي أنا رح أشرب السم. بنتي أنا حابب اليوم إني أشرب من إيديكي. Thank you.
اشربوا وانبسطوا من جوات قلبكن، انبسطوا لشوف. يا هيك الشراب يا بلا، هي اطيب خلطه، خلطه لوها السحريه، خلطه لوها السحريه. اطيب خلطه. اوه يا عيني، ايه شو هاد؟ الكل ينحني لألوها بيك. انت جربتيني السم. يا بيك.